السلام عليكم، وياكم بخيت من أمت. اليوم راح نتحدث إن شاء الله عن أحد ساعات الكارمن الجديدة وهي الفينيكس 6، فخليكم ويانا. بعد النجاح الذي حققته شركة كارمن في الفينيكس 5، قامت كارمن بطرح ساعتها الجديدة لجيل الفينيكس والتي أطلقت عليها اسم الفينيكس 6. الساعة تميزت مواصفات عديدة وحصرية. الساعة أضافت كل ما تمناه مستخدمي الفينيكس 5. الساعة نزلت بثلاث موديلات، الفينيكس 6S، الفينيكس 6 والفينيكس 6X. مواصفات الساعة العامة: الشاشة ملونة بدقة 260x260 بيكسل، حجم الشاشة 1.3 إنش، إطار الساعة مصنوع من الستينلس ستيل، هيكل الساعة مصنوع من الفايبر، غطاء الساعة الخلفي مصنوع أيضا من الستينلس ستيل من نوعية 316S المقاوم للصدى. عمر البطارية 14 يوم في وضع الساعة أو 32 ساعة في وضعية الجي بي اس. الذاكرة الداخلية لها 32 جيبي. يمكن تنزيل العديد من الخرائط، خرائط الشوارع، خرائط البر، خرائط البحرية. كما يمكننا تنزيل العديد من المقاطع الصوتية. بالنسبة للمستشعرات الموجودة في الساعة، لدينا حساس لضربات القلب من الجيل الثالث، يمكن استخدامها حتى في السباحة، وكذلك مستشعر الـ OX لقياس نسبة الأكسجين في الدم. يمكن للمستخدم الاستفادة من التطبيقات المصغرة مثل حساب عدد الخطوات اليومي، السعرات الحرارية، قياس مستوى التوتر، قياس الارتفاع، الضغط الجوي، البوصلة الإلكترونية، مستوى الطاقة في الجسم، مستوى الأكسجين في الدم، والعديد من التطبيقات. كما يمكننا أيضا تنزيل العديد من التطبيقات المصغرة أو أي رياضة أخرى عن طريق برنامج الكارمن كونكت. برنامج مجاني يمكن تنزيله على أجهزة الأندرويد أو أجهزة الآيفون. بالنسبة للرياضات الموجودة في الساعة، الساعة مزودة بالعديد من الرياضات مثل الجري، المشي، السباحة، الركض، مسار داخلي، تنزه، تسلق، دراجة، دراجة داخلية، دراجة في الجبل، والعديد من الرياضات. الساعة تتميز بوجود العديد من الخرائط، ويمكن للمستخدم أيضا تنزيل خرائط أخرى. ما تميزت به ساعة الكارمن فينيكس 6 عن سابقتها الفينيكس 5 هو التالي: شاشة أكبر، وضوح الشاشة أعلى، سعة الذاكرة الداخلية 32 كيبي، دقة الجي بي اس أعلى، تنزيل عدد كبير من المقاطع الصوتية تصل إلى 2000 مقطع صوتي، تحسين سمات الخرائط البرية والبحرية، إضافة خصائص جديدة للتحكم في عمر البطارية والتي قد تصل إلى أكثر من شهر، تغيير حساس ضربات القلب إلى نوع الجيل الثالث والذي يعمل حتى تحت الماء، إضافة مميزات حصرية تخدم الرياضة وكذلك محبي المغامرات مثل البيس برو، كذلك الكلايمب برو وبطارية الجسم. ولا ننسى جودة المواد المستخدمة في التصنيع مثل الجوريلا جلاس للنوع الستاندرز والبرو وكذلك السفائر. وأخيرا الميزة الحصرية للفينيكس 6X برو سولر وهي الشحن عن طريق الطاقة الشمسية.